عظيمته مصر، وأكد لكنا أنتن في قلب الدولة المصرية وعقلها، فحماية مستقبل سيدات وفتيات مصر أصبح أولوية تحملها كل مؤسسات الدولة، وعليكن دائماً أن تدركنا أن كنا درع مصر وصمام أمانها ومفتاح مستقبلها. كل عام وأنتن جميعاً بخير، ومصرنا العزيزة الغالية في تقدم وازدهار دائماً وأبداً. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.